تحيا الله الأخوة جميعا في مجمع اتقان التعليمي طلاب المشرفين والمعلمين. نسأل الله لكم التوفيق الدنيا والآخرة. المشايخ الكرام، معكم أخوكم سعيد عبد الله سعيد. حفظنا الله يرحمه إلى سورة القيامة. قبل ما أدخل المدرسة أذكرها الحين، إلى سورة القيامة. ثم دخلنا المدرسة ومع التنقلات نقلنا من بيئة لأخرى، وكان ما نعرف في حلقات قريبة، إلى الوالد تعرف على حلقة من المنزل اللي احنا فيه والحقني فيها. فبدأت مع الشيخ عبد الله محمد حسين مأمون في حفظ القرآن، واستمرينا معه إلى أن ختمت القرآن، وكان في الثالث المتوسط. طيب، ثم بدأت المراجعة، والقرآن سبحانه العظيم ما تعتبر حفظ إلا إذا راجعته، وما تعتبر راجعته إلا إذا صار لك ورد يومي. فإذا صار لك ورد يومي كل يوم ثلاثة أجزاء مثلا، أو جزء كبداية، أو نص جزء، لابد يوميا. لو فاتك اليوم لازم تعيد اليوم الثاني، هنا تحس بطعم القرآن. فحقيقة المسيرة في دراسة القرآن إلى ثالث متوسط الحمد لله ختمت القرآن. مدارس التحفيظها قد أنور بمدارس ترفيه. يقول موقف تعليم المعلم، كان عندنا الشيخ عبد الله حسين مأمون يصبر علينا ويعلمنا. أذكر كلمة قالها لي الشيخ سيد عبد الرحمن العدني، جاب لي بيت شعري يقول: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. عرفتم؟ قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فظل البيت في رأسي دور دور دور. فسبحان الله، قد يعطي أحدهم كلمة في نفس الإنسان يحسب أنه، لكن هي تأثر في هذا الشخص. يقول موقف من طالب له أثر. أذكر كان في حفل تكريم طلاب أتموا القرآن، وصراحة كان في طالب صغير طلع يقرأ بصوت جميل ما شاء الله، وأحكام متقن للأحكام التجويدية والأداء الرائع. فحقيقة أثر في الموقف هذا، قلت يعني وش فرق يعني عم وش الفرق أن نهتم ونجتهد. يعني كنت عادي طالب وجاء أسمع وأمشي، ما 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 اهتميت في القرآن، ما صار كان عندي ورد يومي ولا. فصراحة الموقف هذا كان مؤثر جدا. أولا الدعاء، ثم الدعاء، ثم الدعاء. ادعو الله حتى وانت ماشي وانت رايح وانت جاي، قل يا رب وفقني لتلاوة القرآن والعلم به والعمل به على ما تحبه وترضاه لي يا أرحم الراحمين. سأل ربك العلم النافع والعمل الصالح، وأي علم أشرف من علمك بكتاب الله. قال أحد السلف: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، من أراد أن يكلم الله فليصلي. عرفتم؟ فنصيحة الدعاء، ثم الدعاء، ثم الدعاء. الشيء الآخر الرفقة، ارمي نفسك حلقة، مجمع، تحفيظ. الرفقة لها دور سبحان عظيم، الصاحب ساحب. سبحان عظيم، نقطة التحول في الحياة عندما صرت لي ورد يومي، كل يوم ورد شيء معين من القرآن أقرأ، إذا فاتني أقضيها اليوم الثاني. فهذا حسيت أن حياتي تغيرت حقيقة يا أخوة. هذا نقطة تحول الحياة. بالآي أشرق زاكيا وتنور دوح كسا. يقول أختم بقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا.
وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في أرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس وأنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ أولي البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها دائما وبع نفسك الدنيا بأمثالها علا. أيضا أحبتي الكرام لا أنسى أن أوصيكم ببر الوالدين خصوصا الوالدة، فله أثر عظيم سبحان الله العظيم من التوفيق والتيسير ووجود البركة في الحياة. دعاء الوالدين وخصوصا الوالدة له أثر عظيم جدا في نهوضك، في رقيك، في كونك تقتحم الصعوبات وتنهض في مراقي المجد بسبب دعاء الوالدة يا أخوة، له أثر عظيم بعد الله سبحانه وتعالى. فلا أوصيكم، اهتموا بالوالدة والوالد اهتمام عظيم جدا، وكل ما كان اهتمامك كل ما كان عطاء الله سبحانه وتعالى لك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنا البلاء والوباء، وأن يعيد حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال. وشهر مبارك، وتقبل الله منا ومنكم. أراكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.